فيدونج تاعها، هذا اول فيدونج بنديرو. كل السيارات اللي راهم يجونا مور دروازه، يعني اللي جاي من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، كل قطاع الغيار تاعهم ميد ان موروكو، يعني المغرب راه يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا، ومن اوروبا نشروهم حنا. نحتاج في تراويل في ترا ميكانيكي سخط على الوضع يا الاخوان. علاش؟ قال لك كاع السيارات اللي كيجيو للكراج كيكونوا من صنع مغربي، وحتى قطع الغيار، قطع الغيار من صنع مغربي ميد ان موروكو. وهذا السيد لو كي كيقولها بواحد الطريقه، هاد الهضره هادي كيقولها بواحد الطريقه ما حاملش، كيقولك علاش كيجوني السيارات من المروك. لا حول الاخوان. علاش؟ انا نعطيك الجواب، لان المروك تبارك الله غادي في بلد صناعي، وغادي في واحد التطور اللي لوك اللي فايت لوك بواحد مليار سنه ضوئيه. اخوان تحياتي لكم، وشكرا بزاف على الدعم واللايكات اللي كديروا، شكرا لكم بزاف راه توصلوا هذا المحتوى هذا، وشكرا لكم مره اخرى، لان فاش كنقول لكم ديروا لايكات راه كيكون فضل وليس امر، ماشي كنامركم، ولكن الناس اللي كيبغيو يدعموا هذا المحتوى راه كيديروا لايكات. شكرا لكم الاخوان، وبشكر لعيبه المغرب. انتوا يعني مصممين تدونا دروس، يعني سقفنا لكم وحنسقف لكم، نسقف لكم على لعبكم وبنسقف لكم على بركم. خلي بالكم دايما في انطباع كده لعيبه الكره دول متدلعين، وخلي بالك كمان دول معظمهم اللي مولود في فرنسا واللي مولود في كندا واللي مولود في مش عارف ايه، لكنه الام يا جماعه، الاسره ها، الاسره الكيان، الام اللي عرفت تربي وتنجح وتكبر وتعظم وتعلي من شأن امه، بر ام وفرحه امه. عجبني كمان قوي العنوان، لانه في حاجات كده قالوا لي مالكش دعوه بيها، ده التقرير بتاعنا احنا يا كابتن وليد عبد السلام وفريق الاعداد. اشوف الاعلام، الاعلام ديال الناس الزوينه كي داير، يعني احنا ماشي كنمجدوهم ولا كنقولوا المصريين راه شي حاجه ولا لا، احنا كنقولوا اوما عندهم الروح الرياضيه الاخوان. شو الاعلام ديالهم؟ احنا عطيناهم 6-0، ما ذلك ها، ما ضربوا في المغرب، ما قالوا شي، بلاكس كاينين منهم اللي نضوا كيطلعوا على المنتخب ديالهم، كيطلعوا على راسهم كيقولوا احنا تفشخنا ماشي غير غلبتونا. وشو الهكاوين؟ ما مسوقين لهم، ما مشاركين حتى في شي حاجه، ما كيديوهم يشاركون بحال الناس، ديما معزولين. ومع ذلك تابعين لك ولا سرق جاء، ولكن مش كيعجبني المغرب ما مسوقش، ما دياش فيهم. اعداد وفيصل زيدان حاجه ابداع يعني، بس الابداع الاكبر منهم ام عمرها ما راحت الملعب. ام وليد بتقول انا عمري ما رحت له الملعب، لا هو بيلعب ولا هو، بس جات له. والتسجيل انت شفت له وليد ده قديم، بيتكلم على بر الام يعني. الله يخليكوا، الله يخليكوا، الله يخليكوا، ما تجوش تقولوا لنا اجر الرضاعه واجر العمل واجر البتاع. هي الام دي محتاجه اجر، هي اللي قدامكم دي محتاجه اجر، هو ده الاجر اللي هي خدته، ان العالم كله بيتفرج عليها، ان العالم كله بيحكي ويتحكى بيها. انا على فكره بالعكس مش ضد انه واحد وزوجته واحد، بالعكس بكون سعيد جدا جدا انه كشلي. تفضل خويا كم، علاش ذكرت المغرب برك؟ تقدر تفهمني؟ باسكو انت هو الاول انسان اللي راني نشوف فيك، انا سور تيك توك نتبع فيك، تحامي على المغرب. شوف اللي يدور جهة المغرب قسما بالله شوقي بن زهره بالمرصاد، والله اللي نحكموا من يطلقوا. علاه انت شكون يبقى ما طلقش؟ ما كانش قلت انا نحامي، انا اول واحد يحامي على المغرب اللي يقرب. أنا شوف انا والدرون، كاين شوقي بن زهره وكاين الدرون يبعث للجنه في المنطقه العزيله. الدرون لا يقتل في الناس اللي تروح تنقب على الذهب، ناس مسالمه مريض. شو ديما كيدوروا زعما كيردوا راسهم مساكن، حنايا كنقبوا على الذهب، حنا غير اش من تنقب على الذهب؟ ونفرضوا كاع كينقبوا على الذهب، هذيك منطقه ديال تنقب على الذهب، هذيك منطقه محرمه ممنوع تخليها، ما شغلناش حنا شنو كدير. ما حنا مشيو على هضرتهم الاخوان، اما اللي جينا نشوفوا هذوك الناس راه كيكونوا كيتسللوا باغيين يديروا شي حاجه، ولا كيتخيل لهم كيديروا شي حاجه. في الاخر الجندي المغربي في البيستي مع راساتهم جالس في البيرو الكليماتيزور كيدير لهم بلاص وري كيكليكي تك تك كيصيفط الدرون. موريتانيين درون، درون ما يميزش يا خويا، الدرون اللي يحكموا يبعثوا للجنه الدرون. والله ما عنده سماك، انت انسان عنفواني. انا درك اشوف، انا درك لو كان هنا
مثلا وين راني عايش يقولوا لي هذيك المنطقه محرمه منطقه عسكريه، يقولوا لي ما تدخلهاش، نروح ندخلها باش يعطوني على الدماغ. اللي يدخلها مسؤول على نفسه، صح ولا لا؟ كيماك الموريتانيين اللي قاعدين في ارضهم ينقبوا على الذهب، اللي جدودهم يروحوا ينقبوا على الذهب في ديك المنطقه، يجي الدرون المغربي يقصفهم. اليوم الوالد تاع انسان، راني نحكي معك، انسان مسالم ما عنده لا كلاشينكوف لا مضادات للدرونات، عنده بالك ان ديكتور تاع ذهب، وعنده خويا رانا حددنا بانه الدرون لا يميز، الدرون يبعثك للجنة. شكون انت باش تحدد؟ هسنا نقول لك حاجة، دركا هذوك مثلا المنقبين اللي تحكي عليهم الموريتانيين، راهي قضية الساعة، وانت شكرا لك انك جبت الموضوع اليوم. لا انت اللي جبت الموضوع، ماشي انا اللي جبت الموضوع تاع الدرون. انت قلت لي راني نحامي على المغرب، قلت لك انا إيه؟ اول واحد يحامي على المغرب مع الدرون، انا والدرون هما إيه؟ اكبر ناس يحامي. ما تنسبليش حوايج اللي ما قلتهاش انا. كي مهزومين وكي كيلعبوا دور الضحيه، وما غير مساكن كينقبوا على الدب، ساكن مساكن غير بغاو ينقبوا مساكن. فهاد السيده مسكينه شويه بحال نقولوا عندها، مهم ماشي هي هذيك في العقل ديالها، الله يشافيها. دابا كتشوف بلي الاعلام الهوكي ديال الزيكو كيحرض هاد البنت هادي باش تقول زكاره في المغرب، وبسقا تهضر في المغرب بالخايب. حتى الناس مساكن اللي مراد ما خلا ما قالوهمش في التساعه، صافي هما كيدخلوا لهم داك التكرغيل وداك احوله. شح احكي لنا كل ايمان يتصلح من هالخبر اللحظات الاولى، يعني من يعني الفوز، يعني كيفاش كنتوا تعيشوا المباراه؟ يعني من اول لحظه وحنا نتفرجوا، من اول لحظه تفرجوا مسكينه ايمان كانت تستعدي حقروها المراركه حقرونا. ورا ترامب الرئيس ديال امريكا اللي دابا نقولوا عايش د الرئاسه، راه براسو راه جا قال لهم هذاك، قال لهم هذاك اللي راجل ودير راسو مراه في الاولمبياد راه كلاشه. كتضحكوا على الوقت واش عمرك اصاحبي؟ راه كلشي باين اصاحبي، سيروا كبوا الماء على كرشكم. راني حنوريكم كيفاش نحضر بطريقتي كلب البحر، ما يخفى لكمش كلب البحر كما تعرفوا كاين ناس يحبوا هاد النوع تاع الحوت، ضفتو مليح كما راكو تشوفوا. هذا كلب البحر الاخوان، هاد الاكله هادي سميتها، واحترفت بالراس تاعو، يعني الراس تاعو ينصبوه ملحم. راني حنستعمل ربع حبات طوماطيش وربع وريقات رن تاع ثوم كبير، زوج حبات يعني فلفل قناوه، حرف كبار تاع طوماطيش مصبره، غرفه كبيره تاع الكمون، ومغرفة تاع العكري هو شوية حار، والملح وفلفل الكحل والزيت. يعني درت ناقتكم راس كبير وزيت طوماطيش بالصباي، زيدو طوماطيش هادي قلبو هكذا بهاد الشكل، يعني نعطولو الشكل جميل. ديما كلب البحر تاعي نفصلو هكذا، الدرسة تاعي رايحة نمرق بيها كلب البحر، ما نحبوش التمريقه تكون كبيره لما يدخلوا كاع الطياب، يعني ما بقاليش بزاف نكمل كلب البحر تاعنا يطيب. شوفوا يعني الطبق تاعنا حنا رانا وجدناه، شوفوا لكم القوام تاع هاد كلب البحر كيفاش وجد. انا اوكلاس كي دايرين كلب البحر. للتوضيح، موريتانيا هي المملكه المغربيه، موريتانيا الطنجيه هي مملكه مغربيه كانت تحارب الرومان، موريتانيا والمرابطين هم المغرب، اما موريتانيا الحاليه فهي كانت سميتها شنقيط وكانت تابعه للامبراطوريه المغربيه، ولكن قطعوها من الامبراطوريه المغربيه كيف ما عملوا بالامبراطوريه العثمانيه وكونوا دوله سميتها موريتانيا اللي هي كانت اصلا شنقيط. هادشي كان سنه 1960. اللي بغيت نوضح لكم ان حنا هما المور، حنا هما المرويكوس، حنا هما المرابطون اللي اتخذوا مراكش عاصمه لهم، وهادشي ما كانش اعتباطا بل كان عندهم اسباب اللي خلاتهم يخداو مراكش عاصمه، واللي حكمت جميع شمال افريقيا وحكمت حتى الاندلس. وسمعوا عملتم ديال نبيكم الذي لا تناقشونه. ثم تاسست موريتانيا اللي هي المملكه المغربيه اليوم. اذا كان اسمها موريتانيا وشويه خلط على بالك في التاريخ، المروك اليوم اسمها قديما موريتانيا.
ومن بعد تخلوا على موريتانيا ولو تولت اسمها بعد الفتح الاسلامي ولا اسمها فهمني في هذه النقطه عايش. السلام عليكم خواتنا العزيز، مرحبا بكم عند فيفر سيرفيس فرندا. اليوم عندنا هذا الكليو 5 تي سي او، جات عندنا بريمي فيدونج تاعها، هذا اول فيدونج بنديروه. اليوم ما غاديش نحكوا على نوعيه الزيت ولا على السيارات ولا على، بغينا نحكوا على المشكل تاع السيارات في الجزائر. كل السيارات اللي راهم يجونا موان 3 ans يعني اللي جاي من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، يعني لاحظنا فيهم واحد الحاجه، كل قطع الغيار تاعهم ميد ان موروكو، يعني المغرب يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا ومن اوروبا نشروهم حنا، يعني حتى الفيترا ويل الفيتراير الفيترا غازوال هنا نجبدوهم نصيبو بريمي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب. وغادي نوريكم هذا المثال، هذا فيترا ويل كليو 5 تي سي ها ميد ان موروكو. يعني علاش حنايا ديما عندنا المشكل تاع السيارات، مازلنا حاصلين بدراهمات ما كنشري سيارات، وفي المقابل جينا سيارات مستورده من المغرب عن طريق اوروبا ولا الاتحاد الاوروبي. هذا مشكل كبير وربي يدير خير ان شاء الله. المهم غادي نوريكم لي فيترا ويل فيترا غاز وكل شيء راه يدخلنا مصنع في المغرب. وعندكم تعليق ومرحبا بكم بعد هاد الميكانيك غيتسد له المحل من مور هاد الفيديو هذا، غيقولوا له الكابرا ناس فضحتينا يمسخوت لوالدنا يسدوا له هاد الريد وهذا يبطوا له. بعد اول حاجه، ثاني حاجه وانت شغلك ياك انت كتخدم خدم، علاش انت بينك وبين ميد ان شي دابا كون كانت ميد ان ان المهم اسبان ولا شي حاجه ما يهضرش، غير حيت ميد ان المروك داكشي باش مرض ما تسرطاتلوش. وشغلك نتايا ياك كتخدم ميكانيكي ياك كتخدم خدم، علاش انت هادشي تقرا ميد ان مروكو وهادشي غيدنا الحال وحنا شواكر وحنا نيف. ونعرف كاين اي طوموبيل فيها ميد ان مروكو ما تخلاش تدخل للكراج، يلاه نعرف انت واعر الا ما تسدك الكراج وتمشي تنشد الدبان. ودابا والله تنحلف عليه الكراج غيكونوا سدوا له الكابراغناس غيشمعوا له الكراج تابعين هاد المروك سبحان الله. شوف ما تحسدنيش ودير كيفي عندني ولا ماسك يقول حول ولا قوه. نشوف لكن في الكواليس اقسم بالله الجزائر دولة ضاربة بيد من حديد، والله قالت لهم يتعاود الماتش ما كانش قسما بنا غير نقفل عليكم الغاز والبترول. هاي باش نقولها لكم من الاخر، والله غير يركعوا والله يركعوا. عاود لكم الماتش ولا مازال؟ احنا في 2024 قولوا دابا 2025، غمض عينك حلا تلقى شرط اهلي الوقت كيطير اصاحبي. عاد دخلت 2024 يا اخوان، عاد كيف ضربوا لهم الهدف ديال او بابا بابا ايكامبي. شو دابا حنا في 2025، مرحبا بكم في 2025 الهكاويت. بغينا نشوفوا صوفيا باللمان صراحه. عندنا كي بوقا صعبة كتشوف شي مسار بستة كيغوتو كيجريو عند الحكم لا صفر صفر صافي سالينا صفر ما يزيدونا 8 قرين صفر. الجزائر بنفسه ما كيقولوش صفر. الحق حصلت محرز كيقول له فوتنو سيفلي صافي سيفلي سيفلي. عندنا الله العظيم الى احسن حاجات باش ينوضوا صاحبتني ما كانش شجلش. قلت مع راسي لدرجه باش انه من هوطو يقول له صافي حبست الماتش باش ما نزيدوش السابع والثامن والتاسع، هذا بحد ذاته بردوا فيهم الغدا ديال اسبانيا. واش غنقول الكركاري حرمتينا من الفينال، واش دابا هذا مستوى لعبه بفرنسا مع اسبانيا، وكنا غنشدوا فرنسا غنعطيوها شي 10 صاحبي، والله شحرمتينا من الذهبيه بالله. والله دابا كنتفرج في الماتش صاحبي وكاس كنتشمت وخسرنا صاحبي مشموتين صاحبي، خسرنا بواحد الجزئيه بسيطه الا كنتي بصح قلت لهم رجعوا اللور ومنك الله اخي حرمتينا اخي من ديك الميداليه الذهبيه صاحبي. ما نظنش هو اللي قال لهم زعما رجعوا اللور بالعاني، لا كنظنش كنظن كيوقعوها فوات راه مايمكنش اصاحبي كلشي يكون ناضي. 3-0 3-0 3 الفريق المصري 3 اهداف الفريق المغربي 0 بعين بلي ما صعب ما صرمني نقول لك حتديها شو هي حتخلص جوج بواحد ماتش كير برونوغاسيون 3-2 ولا برونوغاسيون بالك توصل برونوغاسيون خاطش ماتش واعر ومروك كيما نقولوا صحه مليحه بصح ما فيهاش
بنغلاديش 1-0 ومصر تربح ان شاء الله. النتيجه هي شوف هي تقدر تكون 2-0 2-1 بصح انا ماذا بيا 5-6-7-8-9 نعاودو لهم الربعه تاع زمان. يعني بحقيقه المغاربه خاوتنا المصاروه خاوتنا انا تبان لي اللي يربح مبروك عليه ميور كان 3-0 هذا التالي شويه بعدا التالي شويه اما الاخرين كلهم بردين ساكن هما لهمهمش من النظام الكبرانات هو اللي كسبب في هذا الشيء هو اللي كينشئهم من الصغر بهذا الشكل هذا لكن الشيء المغاربه رجاله صاحبي 6-0 سكتوا العرب كاملين اخويا ولكن هذا بهذا الشيء هذا اللي كيديروا عرفتي المغرب شحال عنده ديال الحس هذا الاخوان الله يحفظه صافي حصل ده ايه اللي حصل ده بعد اللي شفناه ده انا جاي اعترف اعتراف واللي انا هعمله دلوقتي ده انا اسف فيه بس عايزه يوصل بكل العالم اللي انا هعمله دلوقتي ده عايزه يوصل لكل العالم لان دي الحقيقة ودي الاعتراف ما اقدرش اقول اكتر من كده بعد اللي حصل ده انا لازم اقول قدام العالم كله ان احنا مش قد المغرب احنا مش قد المغرب وبقولها بعلو الصوت ومفيش منتخب في الوطن العربي كله قد المغرب ومفيش منتخب في افريقيا كلها قد المغرب ومفيش منتخب في العالم قد المغرب وعايز كلامي ده يوصل لكل مسؤول عن كرة القدم في الوطن العربي وفي أفريقيا قولولهم إن ريمو وسيمو المصريين بعد الهزيمة بالثلاثية طلعوا وقالوا واعترفوا وقالوا إحنا مش قد المغرب وما كانش ينفع نلاعب المغرب ولا كان المفروض تحلم إن إحنا ناخد البرونزية قدام المغرب يا شعب اشو الناس اصحابي اللي عندها الروح الرياضيه وكتقول الحق والله الا المصريين خوتنا بالله وهادي كتبقى بتبقى كوره بس اخواتنا انتو اخواتنا يا المصريين مش ادي الهكاويين كوكب لالا انا ماشي عايش كيما الشعوب على داو الشبقيكم راكم موتى شبقيكم اذا ما ياكل فواكه ما ياكل حوت ما ياكل لحم ما كان طرقان ما كان مدرسة ما كان مستشفيات الدودالات البراجات سير عمي سير دونش تاعها هذا أول فيدونش بنديرو كل السيارات اللي راهم يجونا موال تروازا يعني اللي جاي من ألمانيا ولا من فرنسا ولا من إسبانيا كل قطاع الغيار تاعهم ميد إن موروكو يعني المغرب راه يصنع السيارات ويصدرها من أوروبا ومن أوروبا نشروهم حنايا يعني حتى فيتراويل فيتراير فيترا غازوال هنا نجبدوهم نصيبو برومي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب هذا فيترا لويل كليو 5 تي سي ها مصروط لهمش ايوا ديروا بحالنا الهكاويين كونوا نتوما دوله صناعيه تبارك الله المغرب شوف دق وسكت تقولوا عاوتاني هذه القجع دخل في الكولاسه والكاف وكذا ودخل في السيارات ودار اباز لكم الهكاويين اخوانكم وصلنا لخر الفيديو تلاقاو فيديو جي بي صلوا ان شاء الله.